من جديد مشاهدينا برحب فيكم وحلقة لبرنامج بزنس ماج يلي خصصناها عن سنة 2014 بأكملها والاقتصاد اللبناني. دكتور غبيل كنا عم نحكي قبل بريك عن القطاع المصرفي وعم نحكي صموده بظل هالأوضاع. اليوم أنتم كقطاع مصرفي بلبنان منكم بمنأى عن هالأوضاع كلها، خصوصا أنه عندكم أول شيء بلبنان نمو متراجع، خصوصا مش بس النمو عم يتراجع، النمو عم يتراجع والدين عم بيزيد والحوادث الأمنية والأوضاع السياسية، وأنتوا كمان عندكم توسعكم بالخارج وخصوصا الدول يلي أنتوا توسعتوا فيها وفجأة صار فيها مشاكل. فشو الصعوبات اللي عم تحيط فيكم أنتوا وكيف عم تقدروا تصمدوا كقطاع مصرفي وتقدروا تضلكم ماشيين بظل هالأوضاع هيدي بلبنان وبالخارج؟ يعني في هالصورة المغالطة المضحكة بصراحة عن القطاع المصرفي اللبناني انه هو قاعد على جزيرة بمنأى عن ما يحدث بلبنان وعم بيحقق أرباح خيالية وما بيتأثر بمحيطه، وهيدا الشيء كتير مختلف عن الواقع. بالواقع اليوم بالرغم من كل التوسع الخارجي للمصارف اللبنانية 80% من موجودات القطاع المصرفي بعدها بلبنان، 85% من أرباح القطاع المصرفي مصدر لبنان، تسليفات القطاع الخاص اللي بلغت 50 مليار دولار 90% منها بلبنان لشركات ومؤسسات وأفراد بلبنان. فبطبيعة الحال القطاع المصرفي بيتأثر بشكل مباشر بأي تطور إن كان سلبي أو إيجابي بلبنان، لأنه هو مدين القطاع الوحيد يلي مدين كل القطاعات بالاقتصاد بدون أي استثناء، ومدين الأسر والأشخاص. نعم. فأكيد اليوم إذا منشوف شو هن التحديات الأساسية للقطاع المصرفي، أولا تراجع فرص التسليف للقطاع الخاص. يعني إذا منشوف بال2014 ما في مثلا مشاريع جديدة ممولة من استثمارات أجنبية مباشرة، مشاريع كبيرة يلي بيمولها القطاع المصرفي. تسليف الأشخاص والأسر كمان إلى تباطؤ، لأنه صار في ارتفع التسليف من 2008 إلى 2010 بشكل ملفت. نعم. واليوم عم بيصير في تباطؤ بسبب اللي حكيناه من قبل، يعني تراجع ثقة المستهلك وكمان حذر المصارف، ومن حقها تكون حذرة المصارف. ومصرف لبنان كمان عم بيتابع هالموضوع ولاحظ أنه في ارتفاع كتير عالي بتسليفات الأسر والأشخاص، فعم بيكون في من الميلتين، يعني الأسر عم بتكون حذرة أن تطلب والأشخاص ديون من المصرف، والمصرف كمان عم بيكون حذر لمين عم بيدين، وزيت الشيء بالنسبة للشركات. أما من الشق الثاني، يعني الحاجات الدولة للاستدانة ما عم تتراجع إلى ارتفاع، مثل ما قلنا عجز الموازنة بين 9 و10% من الناتج المحلي، الدين العام إلى ارتفاع، لا إرادة سياسية إلى تطبيق الإصلاحات يلي من شأنها تخفض حاجات الدولة للاستدانة. ففي عبء إضافي على القطاع المصرفي اليوم لا تمويل هالعجز للبقاء على الاستقرار. طيب بفترة من الفترات أنتوا توسعتوا للخارج، خصوصا توسعتوا على دول مثل سوريا، مثل العراق، مثل السودان، مثل إربيل. كيف قدرتوا تتعاملوا مع هالشي وسط هالأحداث يلي صارت هناك؟ قبل ما جاوبك على السؤال بجاوبك على إكمالة السؤال اللي قبل. نعم. ليش القطاع المصرفي قادر يتأقلم ويصمد بهالأوضاع كلها؟ أولا لأنه في ثقة كتير مرتفعة بإدارات القطاع المصرفي والمصارف التجارية من قبل المودعين ومن قبل المستثمرين. نعم. بأسهم هذه المصارف، وخبرة المصارف بالتأقلم مع الأوضاع الغير مستقرة عم بتفيدنا بهالأوضاع. هلا بالنسبة لسؤال التوسع الإقليمي، صحيح. أكيد القطاع المصرفي عانى من التطورات الأمنية والتغيرات السياسية بالدول العربية، لأنه متواجد بمعظم هالدول يلي صار فيها تغيرات، وهذا أدى إلى تباطؤ هالتوسع بالمنطقة العربية. ولكن اليوم المصارف عم تتطلع إلى أسواق خارج المنطقة العربية، أسواق أفريقية، أسواق أوروبية، أسواق أسترالية. نعم. وهي اصلا بتسلف من خلال مصارفها التابعه اللي موجوده باوروبا الى بلدان ما انا موجوده فيها فعليا. بعد في عندي دقيقه بدي اسالك عن الموضوع الابرز يلي كان سنه 2014 يلي هو هبوط اسعار النفط يلي هي هبطت تقريبا 40% من حزيران يونيو لليوم نهايه العام. كيف اثر هذا الشيء على لبنان؟ اليوم المواطن العادي كله عم بيقول لك ما في شيء تاثر، ما في اسعار نزلت.
هبوط اسعار النفط الغير مسبوق مثل ما تفضلت 40% من حزيران لليوم، هيدا انا بعتبره هديه مبكره بفتره الاعياد للبنان. عظيم. اولا بنشوف تراجع اسعار النفط بمحطات البنزين، وهيدا شيء ايجابي للمستهلك اللبناني، هيدا الاثر مباشر، هيدا الاثر مباشر. ثانيا نحن للسنه الرابعه على التوالي رح نحقق عجز بميزان المدفوعات اليوم، لانه نحن بنستورد كل حاجاتنا النفطيه، راح ياثر ايجابيا على ميزان المدفوعات، يعني خصوصا بالكهرباء، خصوصا بال2015. ثانيا موضوع تحويلات الخزينه الى الكهرباء اللي بتبلغ بين مليارين ومليارين و500 مليون دولار بالسنه، هي تمويل لحاجات المؤسسه الكهرباء من الفيول اويل، فهيدي كمان رح تتراجع، وهيدا رح يكون ايجابي للعجز بالموازنه، يعني مفروض ينخفض العجز بالموازنه من جراء هبوط اسعار النفط. ولكن هون هل المسؤولين بلبنان رح يتلقفوا هالفرصه ويطبقوا الاصلاحات بهالفتره يلي رح يكون سعر النفط فيها على مستويات منخفضه؟ هيدا السؤال اليوم. اكيد رح نستفيد من ناحيه ميزان المدفوعات، من ناحيه العجز بالموازنه، من ناحيه الحساب الجاري الخارجي، من ناحيه اليوم الاشخاص اللي عم تستفيد بالمحطات من تراجع سعر النفط، المعامل يلي عم تستفيد من تراجع اسعار النفط لتشغيل معاملها، ولكن هل المسؤولين، هل الحكومه رح تستفيد من هالتراجع ومن هالهديه لتطبيق الاصلاحات وبالتحديد بقطاع الكهرباء؟ لانه نحن بحاجه ماسه لاصلاح قطاع الكهرباء من ضمن اصلاحات اخرى طبعا. نتامل سؤال جوابه برسم الاسابيع المقبله. بدي اشكرك دكتور نسيب غبريل كبير اقتصاديي بنك بيبلوس، ورح نتابع حوارنا مع صديقك دكتور استاذ غسان شماس. شكرا استاذ باسل.